وهذا سائل يقول: كيف يكون التوكل فرضا في الإيمان وكيف يكون شرطا فيه؟ التوكل نوع عظيم من أنواع العبادة، فهو من الإيمان، هو من الإيمان، لأن الأعمال داخلة في الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل عمل الجوارح وعمل القلب، والتوكل من عمل القلب، فهو من الإيمان وليس شرطا فقط، وإنما هو من الإيمان ومن حقيقة الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم.